كما ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك جمعة. أهلا بك دكتور محمد. وكيف تصف استمرار السلوك العدائي عبر استمرار التحريض المستمر من قبل قناة الجزيرة القطرية؟ مساء الخير. يعني الآن ونحن نتحدث حساب التواصل الاجتماعي لقناة الجزيرة الآن في هذه اللحظة يبث تغريدات ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا يدفعنا إلى السؤال: أين هو اتفاق العلا والبنود التي وردت فيه؟ يعني دعونا نتحدث بوضوح، الحديث عن قناة الجزيرة هو حديث مباشر عن النظام القطري وسياسة الإعلام القطري واستهداف مملكة البحرين أو دولة الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية المستمر من خلال قناة الجزيرة عبر هذه البرامج والتقارير والتغريدات وكل ما تمكنوا من فعله، هو بتخطيط وتدبير وتنفيذ مباشر من النظام القطري. لابد أن نتحدث بهذا الوضوح. لا توجد هناك سياسة منعزلة، ولا توجد هناك قناة مستقلة، لا توجد سياسة قطرية معادية لدول الخليج ومعادية لأمن واستقرار دول المنطقة. طبعا التسجيلات التي نشرتها مملكة البحرين سابقا وجئتم اليوم على جزء منها أكبر دليل على أن النظام القطري يدير قناة الجزيرة مباشرة ويدبر ويخطط ويتآمر ويتحكم فيما يعرض وما لا يعرض وما يقال وما لا يقال على هذه القناة. وأمس طبعا حينما انتشرت أخبار الهجوم بالطائرات المسيرة من قبل الجماعة الحوثية الإرهابية على المملكة العربية السعودية، في نفس الوقت كانت قناة الجزيرة عبارة عن المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وباسم النظام الإيراني وبشكل سافر طبعا ومعادن المملكة العربية السعودية. ولذلك يبقى السؤال الآن الذي طرحناه في البداية: أين هو اتفاق العلا؟ وكما تعودنا من النظام القطري أنه لا يلتزم لا باتفاق ولا بمعاهدة ولا ببيان مهما وقع ومهما بصم، وما هي الإجراءات المطلوبة الآن من دول الخليج التي يعني دخلت في صلح مع النظام القطري بين قوسين؟ والنظام القطري أول ما فعله بعد توقيع البيان هو الانقلاب على هذا البيان والاستمرار في ممارساته العدائية ضد دول المنطقة بشكل عام وضد مملكة البحرين بشكل خاص. هذه مسألة مهمة جدا، وأعتقد أنه من المهم أن تكون هناك مراجعات واضحة لآلية وسلوك التعامل مع النظام القطري من الآن فصاعدا، خصوصا وأننا قد تعودنا وقد كتبنا في ذلك وقلنا مرارا وتكرارا أن هذا النظام لا يريد صلحا، وأن أي بيان أو اتفاق يوقع عليه فإنما هو يوقع عليه اليوم وينقلب عليه غدا. نعم، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك جمعة، شكرا جزيلا لك.